متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، انطلاقه موفقه للشوط العاشر في مجموع اشواطنا خصص لفئه الابكار. نتحرك مع الثلاثه كيلومترات، نتحرك مع هذه الشعارات، الوان يعني متميزه بالاسود الاحمر الاخضر الاصفر، يعني خليط من الالوان تشارك في هذه المسيره. ونذهب ايضا الى مقدمه الشوط لنعلن عن المركز الاول، ونتابع سلهوده عبد الله بن سعيد ابو حيمد يتقدم مع سلهوده. اما المركز الثاني ثاني المراكز صعايب سالم بن محمد ابو ضبيع، المركز الثالث المركز الثالث تاتينا عوايد بالمركز الثالث غانم بن حميد بن عبيد بن بخيت النعيمي، والمركز الرابع المركز الرابع همنوله علي بن سعيد بن صرود يدفع بهملوله. اما المركز الخامس اشوف فهنها عجيبه سالم بن محمد بالطبيعه. هذه المراكز الاولى نبحث عن الناموس، طالعين مشرقين مغربين نازلين عايدين مرة ثانية مع المركز الأول. يا سلوم يا سلوم، راحت عن الشوط سلهودة عبد الله بن سعيد بو حيمد الهاجري، هو من يبدع في هذا الشوط على المركز الأول. والمركز الثاني تأتينا اللي هي عجيبة سالم بن محمد أبو ضبيع النعيمي بالمركز الثالث، يأتينا ثالثا. والمركز الرابع أيضا سالم بن محمد بالطبيعة. أما المركز الخامس فهناك الدكتورة سالم بن حمد بن سالم الهاشمي. هذه المراكز الأولى ولكنها غير في سيرها، غير في مرباعها، غير في أدائها. يا سلوم يا سلهودة، يا سلام يا ابو سعيد، يا سلام. ولكن لا هني، هل نزوه واصلين، هل نزوه قادمين، هل نزوه جاهزين للتحدي الهين تبغي مني جاسي شده، رجل يحاتي اللوم يوم يبده. يلا يا جماعه، يلا يا متابعين، يلا يا مضمرين، يلا يلي بتنافس، يلا يلي بتحرك. الدكتوره قادمه سالم بن حمد بن سالم الهاشمي على المركز الثالث، المركز الرابع تتحرك طلايب غدير بن محمد بن هندي يحرك طلايب، حرك يا راعي طلايب. ولكن ابو سعيد، يلا يا ابو حيمد ركز، لان الجماعه بدوا بالهجوم. والكيلو الاخير، كيلو الامتار الاخيره والتنافس الاخير. ولكن سلهوده ما زالت تقاوم. يلا يا سلهوده، كملي المشوار. روح يا ابو حيمد، حرك، لان الجماعه بدوا بالاقتراب، بدوا بالتهديد، التهديد المباشر. اول من يهدد راعي عجيبه سالم بن محمد ابو ضبيعة، وهناك ايضا القادم طلايب غدير بن محمد بن هندي. واصل، حرك يا ابو حيمد. جهازه ما اشتغل، جهازه الان بدا بالحركه، حرك السلهوده. ولكن طلايب بن هندي مع السلامه، قالت لهم مع السلامه، راحت طلايب عن الشوط. يا سلوم، تروح، روح، كمل، لان سلهوده مره ثانيه عينها على المقدمه. سلهوده بالهاجري عينها على المقدمه. المركز الثالث الشاهينيه غانم أبو سعيد بن سالم بن علي المسافري، من أين أتيت أيها المسافري؟ سالم بن سعيد المسافري على الثاني، يلا يا بن هندي، المسافري غادر، المسافري راح. روح يا راعي الشاهينية، أنت والأول، أنت والناموس، روح، كمل، نعم. هذه الشاهينية تنهي الجولة. سالم بن سعيد بن علي المسافري، انهني على الفوز، انهني على الناموس، انهني على الانتصار. تهانينا والف مبروك للسيد سالم بن سعيد المسافري، انهني على فوز الشاهينية بالمركز الاول. المركز الثاني فهناك سلهودة عبد الله بن سعيد بو حيمد، المركز الثالث
طلائي بن الغدير بن محمد بن هندي المركز الرابع، عجيبة سالم بن محمد بضيعة والمركز الخامس الدكتورة سالم بن محمد بن سالم الهاشمي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، هكذا نأتي للختام على أمل اللقاء بكم إن شاء الله يوم السبت القادم. تقبلوا تحيات مدير هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليش الفلاسي، تحيات أيضا كل الزملاء أعضاء اللجان محمد بن راهد بن مرخان، سيف بن عتيج المقعودي، سالم بن حمود ومحمد بن مايد بن حمود.